انا بتكلم مع اني كريم فيهم. انت لبست برانيت كتير الفتره اللي فاتت دي، مؤلف وممثل صح صح و و و ومشارك وكاتب روايه وكاتب روايه. ما انا بقول لك ايوه. اكتر حاجه اكتر حاجه لفتت النظر في بالنسبه، انا بتكلم هنا كمشاهد يعني طبعا، انه انت كنت داخل التوليفه في المسلسل ده كشخصيه، كنت داخل التوليفه في المسلسل ده وانا لسه مش عارفين نحدد مكانك. انتوا قاصدين من اول الشغل، من اول رسم الشخصيات، ان احنا يبقى عندنا على طول مش فاهمين الناس دي رايحه فين، مش فاهمين علاقتهم ايه بالعيله دي بالناس دي. احنا الغموض ده مقصود من اول لحظه يعني؟ يعني احنا على مستوى الكتاب انا وكريم من الاول كنا بنتناول مبدئيا موضوع شائك جدا، يعني موضوع المسلسل نفسه شائك بشكل كبير قوي. وجالنا طبعا عن طريق احمد عادل، بعد كده حصل ظروف انا وكريم اللي كتبنا المعالجه الدراميه وكتبت الحلقات. فكان همنا ان احنا بنعمل مسلسل مختلف، هو مش معتمد فقط على فكره الموضوع الشائك او اللاين اللي حصل في نهايه الحلقه الرابعه. ياما في حاجات كتيره حصلت من كده وما نجحتش لانها ما تناولتش بالشكل المظبوط. فكن دايما طول الوقت احنا عندنا فكره ان كل شخصيه تبقى حقيقيه، كل واحده فيهم عندها خير وعندها شر، حتى لو الشر اللي جوه الشخصيه ده مش عارف ان هو بيشر. ما انا بقول لك انا شويه تصعب عليا فيروز، ايه يا عم اللي انت بتعمليه ده؟ يعني كل الشخصيات متهيئه كلهم بقى كده، كل واحد عنده جانب على كريم كده وكده يعني. فكل شخصيه حقيقيه جدا، وفعلا زي ما حضرتك لسه بتقول انت مش عارف تتعاطف مع مين لاخر المسلسل. انت احنا عمالين يعني ده اللي يا رب نكون قدرنا نعمله انا وكريم، فكره اللي هو انت مش عارف تتعاطف مع عزت ولا تتعاطف مع زياد ولا تتعاطف مع عمر ولا شخصيات البنات فيروز او ايا كان مالك سلمى وكله حتى ياسمين وكل بني ادم. اقول لك حاجه، يعني انا مثلا دانيا مراتي كل ما تشوف سلمى اللي هي هند عبد الحليم تقول لي انا دي اكتر واحده مقطعه لي قلبي. في حد تاني قاعدين يقول لي لا مش صعبانه علينا، برضو في جدال على الموضوع ده. وانا ما بقاش كنا بنحاول ان التارجت نفسه يبقى ان البني ادم في الاخر اي واحد ابيض من جوه فيه نقطه سوداء، واي واحد اسود من جوه فيه نقطه بيضاء. ده اللي كنا بنحاول نوصل له. اتمنى في لحظه من اللحظات انا كنت فعلا مثلا مش طايق عمر، وبعدين في لحظه المواجهه بينكم وبين بعض يبدا هو يحكي عن حياته اللي قبل كده. ايه يا ابني اللي انت كنت عايش فيه ده؟ انا كنت متضايق جدا من موقفك من امك مثلا يعني. هو نفس فكره حسن عبد القدوس لما قال انا الخير والشر معا لاني انسان، هو دي الفكره، كلهم عندهم الجانب الخير والجانب طب اللي ممكن خلونا نشوف